نرجع بقى طبعا رئيس الجهاز انت النادي الاهلي، وكلمنا عن النشاطات اللي فاتت من اول موسم ابتدى، اشتركت في ايه، لعبنا ايه، وفاضل لنا ايه. احنا في الفتره الحاليه يعتبر خلصنا من جميع لقاءات الدرع العام او الدوري زي ما بنقول، والحمد لله الحمد لله في جميع المراحل السنيه من اول 12 لغايه الدرجه الاولى، بنين وبنات ورجال وسيدات، الحمد لله اوائل ما شاء الله. وحاليا بنستعد لكاس مصر اللي المفروض هيبدا اول مرحله سنيه، كان المفروض نبدا تحت 14 سنه ودي اتاجلت. ممكن يعني ممكن يبتدي على كام كده طالما اتاجلت، ولا اتاجلت عشان انتخابات؟ لا هي اتاجلت في 12، في شهر 12، لا اتاجلت عشان انتخابات الاتحادات لسه خالصه من حوالي اسبوع او 10 ايام. يعني هتبتدي نشاطات كاس مصر لتحت 14 سنه في شهر 12. لا بس هنا الكلام بقى، احنا هنبتدي 16 سنه ان شاء الله من الاسبوع القادم. ايه ده؟ يعني اللي اتاجل بس 14، انما كله في ميعاده. لظروف الملعب وظروف الواد لسه داخلين مدارس واولياء امور، وبطوله المدارس متعارضه مع اليوم اللي اتحدد في الجدول، فهنبدا ب 16 سنه الاسبوع القادم ان شاء الله، ويمكن تكاد تكون قبل انتخابات النادي الاهلي بيوم، هتبقى يوم 24. بتلعب في مركز اولمبي مش كده كابتن؟ عشان هو احسن مضمار ليه بالظبط، المكان الوحيد اللي جاهز في مصر. بس بتعمل مضمار في العاصمه الاداريه؟ ما لسه كنت هقول على ثانيه، ومحتاج بقى، محتاج صيانات ومحتاج وقفه شويه. لا تحدوت. انت رحت شفته؟ للاسف لا، سمعت عنه بس. بس هو خلص طيب؟ لا بيجرب يعمل فيه. لسه لان مضمار عاوز قوه تخطيط ومسافات وبياخد وقت شويه. بيقولوا هتبقى حاجه اولمبيه. جميل جميل. كلنا مستنيين هذا اليوم عشان نروح. وكمان يعني المواصلات منه واليها هتبقى سهله، خلي بالك. أكيد. يعني انت عندك شبكه مواصلات دلوقتي او شبكه طرق حاجه فخمه. لا كلنا شايفين طبعا. انا عايز اقول لك المترو هتنزل تقلب تاخد القطار السريع اللي هو بدايته هتبقى من عند محطه عدلي منصور اللي هي، وبعد كده تروح بيه لغايه العاصمه الاداريه. يعني انت من المترو في اي حته في القاهره بتربط الشبكات مع بعض. يعني انت ممكن خلال ساعه تكون في المركز الاولمبي اللي هيكون في العاصمه الاداريه. احنا ان شاء الله منتظرين هذا اليوم عشان نروح نفتتح المكان. انا منتظر اكتر منك والله، متشوق، لان الحقيقه كان نفسي بحلم ان يبقى عندنا قريه اولمبيه زي دي نقدر نستضيف فيها احدث او اكبر الاحداث. بالظبط. طيب هنخلص كاس مصر على امتى تقريبا يا كابتن؟ 23/12 ان شاء الله. ده اخر منافسات رجال وسيدات ولا رجال وسيدات؟ في شهر 12. اخر 12. يعني يوم 25/12 بنكون خلصنا الدرجه الاولى ان شاء الله. منتظر ان شاء الله ان احنا اول برضه ان شاء الله. ان شاء الله احنا خلاص حاجزين المكان. طب قول لي يا كابتن، انت بنفسك فرقه واحده او نادي واحد، ولا في كل سن او كل مرحله سنيه او كل نشاط بيبقى فيه انديه بتنافسك بس مش هم نفس الانديه في كل النشاطات؟ دي حقيقه طبعا. لا في كل مرحله سنيه بينافسني النادي غير النادي اللي بينافسني في العموم. واللي احيانا بينافس في نفس المرحله السنيه في البنات مختلف عن اللي بينافس في البنين. طب مين نقول اكبر منافسين؟ اكبر منافسين نقدر نقول الزمالك. تمام. ونادي طلائع الجيش. وهل الزمالك حتى الان في يعني العاب قوه؟ اعرف ان هو الموضوع يعني هناك اقل جدا، بس لسه في في جهاز وفي مدربين وفي جهاز ما شاء الله كبير ولسه بيشاركوا كل النشاطات برضو ولا هو اللي فات كله شاركوا فيه؟ اللي فات كله شاركوا فيه. الزمالك بينافس عندك الزمالك طلع الجيش المؤسسات العسكريه، واحيانا برضو انديه الاسكندريه الاولمبي وسبورتنج. بتلاقي فيهم بعض اللاعبين وبعض المنافسات، بس مش كل الفرق بتكون ثابته. يعني مش كل الـ يعني مش هتلاقي نادي طلائع الجيش بيبقى دايما ثابت هو اللي بينافس، مش هتلاقي دايما النادي الاولمبي هو اللي بيثابت بينافس. لا بتلاقي الانديه دي كل مراحل سنيه مختلفه على حسب النادي ده. دي حقيقه يعني. وهنا بقى الصعوبه بتاعتنا يعني احنا مش نادي واحد اللي بندرسه ولا بننافس معاه. لا يعني صعبه دي بالظبط في كل طبعا في كل مرحله سنيه واحد غير التاني. يعني احيانا في البنات بنافس نادي، في البنين في نفس المرحله بنافس نادي اخر، وبعدين النادي ده مش بكامل صفوف وانا مش بكامل صفوف. يعني احيانا في نادي ثالث مشترك بيخش ياخد مني مراكز ومنه فعلا. يعني مش مني ليه ماتش، لا ده انا احيانا انا في حد ثالث بالظبط، في نادي ثالث ممكن يخش ياخد مني مدريتين ثلاثه لحساب يتحسبوا ما يقوليش فالنادي التاني يكسبني، هو العكس. والنادي ده ممكن برضه في نادي اخر ياخد منه.